دروار تاني المسوي باشي 30 ري واليلي طنجي صافي دو فين داك الشجره. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الأستاذ أحمد وعسبيليل المدير ديال وكالة بسمة المكلفة بالتسيير ديال سوق فندق شجرة والمرافق المجاورة بما فيها 10 ديال المحلات في سيدي بوعبيد، بناء على واحد مجموعة ديال التوكيلات عطاوها للأبناء ديال المرحوم السي محمد الباشي المسيوي اللي كتربطوا عقدة كراء مع الشركة المالكة للوعاء العقاري اللي كيتواجد عليه السوق فندق ديال الشجرة. بوجب هذا العقد عنده الحق أنه يسير السوق بما فيه إمضاء العقود وإمضاء العقود مع المكترين وقبض الصومة الكرائية مع الالتزام ديالو بأداء ديال الصومة الكرائية للشركة المالكة. هذا هو الأصل. مات السيد خلى الورثة ديالو، الورثة ديالو تبارك الله عوائل، كنهضرو حنايا على 54 شخص، تماك تقريبا شي 18 و19 أسرة. كراء مفتوح، عقد كراء، العقد الثاني اللي متوفرين عليه هو 1975، ولكن العقود الأولى هو بدورها أصل، ورث الأصل عن أبيه سي علي. يعني هادشي هذا دار في التاريخ، ماشي كنهضروش على سنة أو سنتين أو 10 سنوات أو 20 سنة أو 30 سنة. الوثيقة الأصلية الموجودة 1975، وهناك وثائق قبل من هذا 1975. تسلمت السوق في بداية 2019. الوظيفة ديالي هي جمع الأكرية من عند التجار وتوزيعها على الورثة. الورثة كاين اللي كيتسلم نقدا، كاين اللي كيتسلم بارشيك، كاين اللي كنعمل لهم فيرمون، لان كاين بعض الورثه مقيمين على برا في الولايات المتحده، في بلجيكا، هولندا، وكاين في الرباط، كاين في النادو، كاين في واد لاو. اذا على حساب المكان ديال التواجد ديال الوارث انا كنسلم له، وبالاضافه الى ذلك كنادي الواجبات ديالي تجاه الشركه المالكه. الشركه المالكه ان الفلوس ديال الاكريه الحق ديالها كنعملوها في الصندوق. علاش؟ لان دخلت انا جبرت الوضعيه هذه. حاولت نتواصل مع الشركه باش نحلوا هذا الاشكال بان يبقاو يتسلموا بيدنا، ولكن لقيت واحد التعنت واحد الرفض. اذا كان اسلم بالنسبه للورثه هو اننا نستمروا في المسائل، الواجبات ديالنا مأدينها. طبيعه الحال كاين ناس ميسوره وكاين ناس على قد الحال. كاين ناس تقدر تجي تسلم الاجره الشهريه ديالها على نصف السنه وعلى السنه. كاين شي فئات راه معدومه عند العائد الوحيد ديالها هو المدخول ديال التجار. في اطار ديال الاعاده ديال الهيكله ديال السوق، التواصل معنا كان تواصل نادر. لقاء واحد اللي كان في الولايه كان ضغط فيه العدد ديال المحلات التجاريه اللي كاينه تماك. من بعد لا شيء. التواصل كان كيتم بشكل مباشر مع رابطه ديال التجار في غياب ادنى إشارة أو اهتمام للورثة. بالنسبة للعقود ديالنا مع التجار كيحتاموا العقود، وحنا كنلتزموا بالتسليم ديال التواصل ديالهم ليهم. هذه مسألة عادية بالنسبة للتجار. لا، حنا هذه القضية ديال السنة اللي غتبقى سنة شاغرة بالنسبة للورثة كيشتكوا، يقول لك العائدات ديالنا كيفاش؟ واش غنتسلموها ولا ما غنتسلموهاش؟ سيبوزون أن التجار يقول لك حنا ما عن التجار غيقولوا باننا حنا ما غنديكمش على هذا الموسم، هذه السنه ديال الاصلاح. العوائل من اين؟ فهمتي؟ مين غتدبر الامور ديالها؟ هذه مساله. واحد مساله اخرى بغيت نشغلها هي المساله ديال الباتيو. المساله ديال الباتيو كان فيه مجموعه ديال المنحرفين. الباتيو كان عباره عن ماروخ، عن ماخور، جميع المويقات، كان فيه البغاء، التجاره ديال الكحول، التجاره ديال المخدرات، الصلبه وما دون ذلك. وهادشي هذا كان كيأدي التجار، والتجار كانوا كيمتنعوا على الأداء. ودا شفتي شحال التواصل عندنا، تقريبا تماك شي 100,000 درهم، 100,000 درهم ديال الأكرياء اللي باقا ما متأدية. التعليل ديال التجار هو أن الباتيو ما كيتصلحش. دابا شنو وقع؟ أن السلطة عوضت ديك الناس اللي كانوا محتلين باتيو، هما اللي الأصل التجاري ما عارفينش حتى المسار. هذه اسئله كيطرحوها عليا انا الورثه ديال الورثه ديال السي محمد باشي المسفيوي، انا ما عنديش الاجوبه ديالها. بالنسبه للورثه كانوا على كل 3 شهور كيجيو لعندي باش يسمعوا الاجوبه، واش كاينه شي مراسله من السلطه او من الجهات المختصه. لا شيء، ما اسمع وما يسمع لي عن طريق الرابطه.
قدموه ملتمس ديال الطلب ديال لقاء الوالي، راه عندك نسخه منه، قدموه ملي شافوا الامور كتخرج من اليد ديالهم. كانت وعود بانه يتلاقاهم، ولكن ما كاينش شي حاجه من موسى. بالنسبه للسلطه كان الاولى ان تجي تحدث، ياك، لان السلطه على درايه بالامر، درايه بان الاصل التجاري راه في الاسم ديال سي محمد بشير مسوي، وانتقن الورثه ديالو، بمعنى الخيط الناظم ما بين التجار وما بين الشركة وما بين الرابطة هو هذا العقد، هذا هو الورثة. الورثة لم ينتبه إليهم ولم يتحدث إليهم ولم يعرهم أحد أي اهتمام، بالعكس كاين إصرار على التجاهل ديالهم. لنفترض أنهم في المرة الأولى لم يتبهوا لهم شيء، ولكن كاين رسالة توصل بها الوالي أنه باش يسمع ولا باش يسكت شي واحد باش يتحدث معهم. لحد الآن ما كاين لا شيء، والناس راه كتجي بالوكالة كتطلب مني أن التعويضات، وكتطلب مني أن العوائل الألكرية. أنا لحد الآن ما ضمنوا حتى شي حاجة، معنى أن المسؤولية ديالي كتنتهي من اللي كعينتها، من اللي ما كيمني كيبغيو شي تجار يأديو، كنتقلوا المسألة ديال المحاماة عن المسألة ديال القضاء. حاليه الاشكاليات حاليا دابا حاليا واحد توفى غير بالسرطان، ما كانش عنده حتى باش يعالج. ودا نحكي لك الوضعيه ديال الورثه، كاين نساء كبارين، كنهضروا على سيده عندها 85 سنه ارمله، كنهضروا على ناس مراطين بالتوحد. يعني الورثه انا قلت لك يقدر يكون 52 53. كاين ورثه الاصول وكاين ورثه الفروع، انا كنهضر لك على الاصول ماشي أبناء الأبناء، على الإبنة الكبرى سي محمد بشير مسوي الله يرحمه، تعاني، عنده الإم ديالو الأكبر يعاني، أناس غطاعني كل سن. أما الأيتام ما نهضروشي، المقصود هاد الناس هادو كيطلبوا الحقوق ديالهم عادية لا أقل ولا أكثر، ويأخذوا السلطة تأخذ بعين الاعتبار هاد النقطة هادي وما تتجاوزوشي.